السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ايضا راح ناخذ اه شيخة شي خوارزمية جديدة اللي هي بلاك فير طبعا هنا شوية خطوات الحل راح تكون شوية مطولة بس سهلة طمنو طمنوا يقول خطوات الحل اولا نرسم مصفوفة خمسة في خمسة شرط تكون خمسة في خمسة زين راح تقول محمد ليش خمسة في خمسة لانه خمسة في خمسة شو راح تساوي خمسة وعشرين والخمسة وعشرين هو اقرب رقم لل للعدد الاحرف الانجليزيه اللي هي 26 يعني فرضا لو قلنا ستة في ستة راح تكون ستة 36 في 36 وين حروفنا هي ستة وعشرين فعشر خانات راح تبقى فارغة زين راح لي محمد زين خمسة في خمسة خمسة وعشرين وإحنا حروفنا ستة وعشرين وين راح نعالج الرقم الأخير راح هسه بالأمثلة راح أوضح لك شلون راح نعالج الموضوع زين اول شيء نرسم المصفوفة ثانيا يعني نكتب بالترتيب في المصفوفة حروف الكيورد المعطاة دون تكرار ثالثا نكتب بقية الحروف او نكتب بقية في بقية المصفوفة حروف الانجليزية الاخرى غير التي مذكورة بالكيورد تقريبا نفس المكس كيورد لحد هسه يعني رابعا ندمج حرفين الاي والجي والجي هاي حل السؤال انه ليش او المربع الاخير شنو نسوي او الحرف الاخير شنو نسوي هنا دمج هاي الحرفين سوا راح تقول فين زين ليش سوا ليش الا هاي الحرفين لانه هن تكون اقل استخداما باللغه الانجليزيه فدمجوهن سوا حتى يضم ربع واحد وبالتالي تكون الحروف يعني تكون الحروف الانجليزيه 26 تمتلي بال25 لانه هاي الحرفين صاروا سوا خامسا ناتي بالنص المراد تشفيره كل حرفين معا مع ملاحظه الان اذا كان هناك تكرار في الحرف نضع حرف الاكس شنو بالوسط اذا كان حرف فنضيف له اكس طبعا هاي كلها بالامثله يعني دا اقران حتى تكتبون فقط سادسا نشوف كالتالي اذا كان حرفان من النقطه الخامسه يعني النقطه الخامسه في نفس الصف فناخذ الحرف الذي يليها اما اذا كان عموديا عموديا فناخذ اللي اسفلها اما اذا كان في الصف في صف وعمود نقطه فناخذ زين راح نجي ونحل الامثله او راح نحل الامثله اللي مثل ننطق كيورد مثل ما موضح ننطق بلين تكست هذا زين انا شلون احل اول خطوة اخليها ببالي انه انا اول شيء اسوي انه ارسم مصفوفة خمسة في خمسة فاقول واحد اثنين هاي الارقام اللي انا يعني اكتب احتلال خربط اوكي فانت اذا تريد بمسطرة خطط وسوي وخ... مصفوفة مرتبة اوكي فهسه انا هاي المصفوفة مالتي تمام اقدر هيك حتى ارتبها اوكي زين زين هاي واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أوكي نجي نجي نقول أول خطوة سويناها الثاني خلاص نكتب الترتيب نكتب ترتيب شنو الكيورد الكيورد مالتي هاي اجي انزلها باع منا تبلش باع ضروري منا نوب منا نوب منا نب منا نوب منا خلصت الصف تنزل الصف الثاني نوب منا مو تنزل لهيج او تنزل لهيج او مدري ادري شلون لا منا وهيج تمشي تنزل نوب منا نوب منا نب منا نب منا اوكي اجي هاي الحروف اجي انزلها وحده وحده ام او ان اي R C H Y فرضا 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 لو كان عندي فد هنا اي اجي اكتبها مره لا لانه احنا حطيناه هنا ما يصير يتكرر وملاحظه رقم اثنين وين ما شفت اي لو فرضا هنا اكو اي من تخلي الاي بالمربع قبل خلي وراها جي او من شفت شفت جي بالجمله وين ما تخلي جي خلي وياها اي وين ما تصادف الاي خلي وياها جي تمام فاجي هسه على بقيه الحروف تمام فاجي اقول هاي بقيه الحروف اجي ارتبها الاي كتبتها اي البي ما كتبتها اجي اكتب البي السي كتبتها اي كتبتها الدي ما كتبتها الاي e ما كتبتها الاف ما كتبتها الجي ما كتبتها الاتش كتبتها الاي اجي قبل اخلي اي قبل هذا همين ورا مباشرة ويا نفس المربع كي وين الكي وين هذا هنا كي ال كاتب بعد كاتب بالكيبورد ها الان موجود الان موجود الاو موجود البي ماكو فاذا نزله بالمربع الكيو هم ماكو انزله الار موجود الاس مو موجود فاذا انزله التي مو موجود فاذا اكتبه اليو مو موجود فاذا اكتبه الفي الفي في 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 ماكو في ماكو كتبه دبليو ماكو كتبه, كتبة زين نجي نقول الدبليو بعدها عندي ال الاكس الواي موجوده فما اكتبها وبعدها اكتب الزد تمام هسه انا صار عندي انه خلاص عندي الجدول هاي الخطوه رقم واحد الخطوه رقم ثانيه هم كتبناها رقم ثلاثة كتبناها الان ندمج الاي والجي سوينا اول اربع خطوات خلصنا شوفوا بالمصفوفه خامسة انتي بالنص المشفر اوكي هذا النص المشفر شو يريد من عندك بالنص المشفر شو تسوي؟ باطل لا تجي تكتب لي اياها بس شنو تسوي كل اثنين سوا كل اثنين سوا بس قبل ما نسوي كل اثنين سوا اذا شفت حرفين متكرر مثلا لو شفت بوك لو عندك بوك مو حرفين متكرر قبل تخلي تكتب الجمله من جديد بس شرط تخلي اكس بيناتها هيك تمام؟ اذا واذا شفت حرف بالنهاية من سويت اثنين اثنين شوف شفت شوف اتحرف بقى واحدة شو تسويها؟ تخلي له اكس تمام؟ هاي ملاحظتين خلوها ببالكم ملاحظة الأولى إذا حرف متكرر أخلي بوسطها اكس الملاحظة الثانية من أسويها مجاميع يعني كل مجموعة اثنين إذا بقى بقى الأخير واحدة أخليه ويا اكس زين ليش حرف الاكس؟ لأنه حرف قليل الاستعمال تمام هسه سوي هذا اثنين تسوى هذا اثنين تسوى هذا اثنين تسوى هذا اثنين تسوى هذا, 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 هذا تخلي الاكس فأجي أقول I in واحد و اس تي واحد ار واحد الام والاي واحد الان تي واحد والاس واخليه إكس تمام ملاحظه هنا قبل ما نبلش لازم نشوف اكو حرفين متكرر آه ماكو ف الملاحظة الأولى ما نخلي إكس مؤسسا ماكو بس ملاحظة ثانية طبق ليش وقت الإس وحدة فاضفت لها إكس راح أخليكم هذا بلون مغاير لون مغير حتى انه آه تبقى ببالكم اوكي زين هسه ايش راح اسوي اجي كل حرفين اجو اجي اشوفها بالمصفوفه اجي اجي اشوف حرف الاي والان اجي اول شيء بما انه حرف الاي اول واحد فاجي اشير على الاي هذا الاي تمام هذا الاي زين اجي اشوف حرف الان الان وينك الان وينك الان وينك, وينك وينك هذا الان هل هما بنفس الصف كلا هل هما بنفس العمود؟ لا مو بنفس العمود، إذا هو بعمود مختلف وصف مختلف، فإذا ناخذ تقاطعهم، أجي أرسم منه لفوق لحد ما أصل للصف اللي بيه الحرف الثاني، صار هذا، أيضا هذا من أمشي هيك لحد ما أصل لحد شنو؟ لحد هذا الخط، فصار هسا تقاطعهم شنو؟ هذا تقاطعهم، هذا تقاطعهم معنا، تمام؟ هاي تقاطعهم، تقاطعهم صار بيا حرف بحرف الأي. فاجي اخلي حرف الـ A او عفوا بما انه حرف الاي اول واحد فلازم الاي هو يصير صف تمام الاي هو يصير صف هاي انتبه لي انا يعني نسيت اذكر لك يا. الحرف الاول هو يصير صف هسه هذا صف تمام الحرف الثاني هو راح يكون العمود وين الحرف الثاني اللي هو الان هذا العمود فاذا الخط اذا النقطه المشتركه هذا الحرف يا حرف هذا هو شنو ال جي فاذا قبل اخلي الجو حرف الاي جي زين هاي اول شيء خلص اجي ما ابقى هيك لازم اعرف الان هسه الان والاي صار الان هو البدايه يعني احنا نريد التشفير الان فالان هو سر الصف والاي هو سر العمود فاذا تشف... التقاطع التقاطع مالتهم بيه حرف حرف الاي فاذا هذا صار حرف اي اكرر اكرر الحرف المراتش فيه هو يصير صف والحرف الثاني اللي وياه هو عمود تمام زين اكو بعضكم راح يقول محمد فرضا فرضا انا سويت حرفين وطلع تقاطعهم هذا المربع الاي والجي الاي والجي راح اخذ الاي والجي هذا هنا لازم شنو هذا ورا ما انه انت, انت خلي وحده من عدن براحتك بس وراها من تكمل النص تجي تقرا اذا اذا شفت النص ما مفهوم غير خلي الاي جي لحد ما تصل الى نص مش مفهوم بس قواعديا انت براحتك اذا اي او جي مو مشكله بس لازم انه احنا نوضح النص اوكي احنا هدفنا انه نوضح النص هسه نجي على الحرف الثاني الاس والتي يا الله يكون نفس الصف ها أها نفس الصف الاس والتي اذا نمشي على القاعده رقم واحد قاعده رقم واحد شو تقول قاعدة رقم واحد تقول لك إذا كان اثنيات من نفس الصف نفس الصف ناخذ الحرف الذي يليهما إذا كان عامودين ناخذ الحرف الأسفل لهما أما إذا كان بصف وعمود مختلفين هسه شرحتها قبل شوية بهذا النص هسه اس تي نجي بما أنه حرف الاس أول واحد شنو اللي بعده شنو اللي بعده الحرف الجاي اللي وراه هو تي الت فإذا تشفيره مالته تي الت زين التي شنو اللي بعد راح تقول محمد ماكو شيء لا ترجع ترجع لي شنو ترجع لبدايه الصف اللي هو الام تمام فهمنا هسه الار واليو الار وينك اليو هذا هياته اول حرف شنو الار انا اريد الار فاذا هذا الار هسه صف واليو يسوي عمود اذا تتقاطعهم وين صار بالام فاذا الام هسه اريد اليو اليو هو راح يصير صف والار هو يصير عمود فاذا تقاطعهم بالذات زين هسه نجي الام والاي هذا الام وهذا الاي صاروا نفس العامود اذا نفس العامود، الحرف الذي اسفلهما اول حرف ام فشنو الاسفل الام هو السي الاي e شنو الجوا هو ال كلش ممتاز هسه الان والتي الان والتي الان والتي الان والتي وينك الان هذا ان والتي وينك هذا تي فاذا انا اريد الان فالان يصير صف والتي يصير عمود وين تقاطعهم بالار فاكتب ار انا اريد التي التي هو يصير صف والان يصير عمود فتقاطعهم كيو هسه نجي الاس الاس والاكس الاس وينك الاس يا حبيبي الاس وينك هذا الاس والاكس جوا فاذا الاس شنو الجوا هو اكس الاكس شنو الجوار راح تصعد تبلش من بدايه العمود هو الاي تمام اذا هذا نهايته ترجع بدايه الصف اذا العمود نهايته فترجع لبدايه العمود اللي هو الاي تمام فالنص المشفر راح تكون بهاي الطريقه وبكل بساطه انه احنا قدرنا نستخرج الحل مالتنا وهاي بكل بساطة انه عملية تشفير اللي عندي بهاي الخوارزمية ان أه شاء الله يارب انه قدرت اوصلكم الفكرة أه هي مجرد انه تنزل بدون وبدون تكرار اذا تكرر حرف اي صورة انه هنا ثانيا انه أه تنزل بقية الحروف الانجليزية والعالم الجيد وين ما نذكرن فرضا انا عندي كلمة عراق نزلت الاي اول واحد فقبل خلي جاي وياه تمام آه هاي اول شيء ثاني شيء آه قسم الـ الـ النص مالتي اجيبه اذا كان حرفين مشابه مش خلي اكس بيناتهم وبعدين اقسمها على اثنين اثنين اذا كان حرف الاخير واحد اخلي شنو اخلي اكس الى هاي بالنسبه آه بالنسبه للشسمة وبعدين نظل اشفر اذا نفس الصف ناخذ الذي يليهما اما نفس العمود ناخذ اللي اسفلهما اما اذا عمود وصف فناخذ التقاطع مالتهم فرضا زين محمد اذا قال لي فك التشفير فك بدل ما هذا ينطق هذا بس هو ينطق الكيورد فنفس الشيء تسوي هذا بالكامل تجي على هذا هذا كل ما هو لانك هسه انه انت عندك الجي والاي تجي تاشر الجي وتجي تاشر الاي الاي الجي هو راح يصير الصف لانه اول كلمه يصير تقاطع شنو التقاطع مالتهم؟ ان عفوا شنو التقاطع مالتهم عندك الجي والاي فراح يصير هي شنو التقاطع مالتهم اي فقبل تنزل اي عندك بعدها الاي وال عفوا الجي والاي هسه تجي الاي هو يصير صف وال هذا يصير هو التقاطع فتقاطع مالتهم اي فهاي بكل بساطه فمثلا تي والال, التي والإل. تي والاي تجي تي والاي احنا قلنا من تريد الشفر تاخذ الذي يليهما اما من تريد تفك التشفير تاخذ الذي يسبقهما يعني التي التي وين التي هذا شنو اللي يسبقه اس فتاخذ الاس الال شنو اللي يسبقه ترجع لي ورا تاخذ التي زين اذا اخذنا نفس العمود الام والزت هذا ام آه لا عفوا آه ام واي الام والاي التشفير مالتهم السي والال السي والال تاخذ احنا مو قلنا اذا اذا نريد نشفر اذا نريد نشفر اذا نريد نشفر نأخذ بالتشفير يكون الذي أسفلهما أما من تريد تفك التشفير الذي يعني شلون نقول اللي أعلى من عندهم الذي فوقهما هسه الاس الاس شنو اللي فوقه؟ ام فشوفوا رجع ام الاس شنو فوقه؟ اي تشوفون رجع ها بالنسبه لفك التشفير والتشفير اتمنى يا ربي انه وصلت لكم الفكره مع الف سلامه